الأحداث 24 ساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. والبداية من العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لرئيس الكونغو الديمقراطية أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي. مدبولي يؤكد إجراء امتحانات تجريبية أخرى للثانوية العامة خلال شهري مايو ويونيو لتلافي أي أخطاء. وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في القدس المحتلة، واجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث جرائم الاحتلال. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، مؤكدا ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود في ملف سد النهضة بما يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق بقصر الاتحادية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس تشيسيكيدي، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه تشيسيكيدي في مصر معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين. هذا وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى المقر الدائم لرئاسة الجمهورية. حيث امتدت جلسة المباحثات على صعيد العلاقات الثنائية، وأشاد السيد الرئيس بمجمل العلاقات مع الكونغو الديمقراطية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي للعام الجاري. Un accord légal contraignant. Ah, il y a eu un envisage du fonctionnement.
الماضي بعرض ونسعى دائما ان يكون هذا الامر دون ثلاث يعني المسار الدراسي اللي ترعاه حمتك ومنفتحين دائما على الوصول الى هذا شكرا فخور ميرسي بوكو مسيو بريزيدون شكرا جزيلا سيدي رئيس Je vous remercie pour l'accueil. Et je confirme également que vous êtes exactement disposé au même accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que l'Union africaine continue ses efforts, s'implique davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'étape du Soudan et de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sera le mardi prochain. Ou le lundi, je ne sais pas. Le lundi ou mardi prochain. Et à ce moment-là, je pourrais dire si vraiment l'optimisme que je ressens en ce moment est permis pour l'issue heureuse de cet accord. Merci, M. le Président. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاحتفال بليلة القدر المباركة حدث نستلهم منه كل معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية. وخلال تدوينة لسيادته عبر الفيسبوك، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي مصر وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاتفاق على عقد امتحانات تجريبية أخرى للثانوية العامة خلال الشهري مايو ويونيو بهدف تلافي أي نسبة من الخطأ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة. وخلال الاجتماع استعرض الوزيران الجهود المبذولة لعقد الامتحانات ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في أبريل الماضي. وفي اجتماع آخر أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليا للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بعد أن تم حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بهذه المبادرة، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن فرق العمل بدأت في النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها في تلك القرى المستهدفة.
على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري والإسكان. وأضاف مدبولي أنه يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة. خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، وجه رئيس الوزراء المجلس بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا والتعامل بصرامة، خاصة في الغرامات المفروضة على من لا يرتدي الكمامة. كما وجه مدبولي بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، خاصة في فترة إجازة عيد الفطر. كما شدد مدبولي على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص بكل حزم خلال فترة العيد والإجازات. استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السيدة الأمريكية جلوريا فيتال وأسرتها فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل اختارت فيتال أن يكون في مصر. كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تواصلت مع ابن السيدة الأمريكية جلوريا التي أصيبت بالسرطان وأعربت له عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية. هذا وسوف يصطحب أعضاء التنسيقية السيدة فيتال وأسرتها لجميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم. وأكدت وزيرة الصحة تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين سواء من المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، هذا فضلا عن فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم. كما أشارت الوزيرة إلى مناظرة 5 ملايين وأكثر من 411 ألفا من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1132 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 66 حالة أخرى. كما أعلنت الوزارة عن خروج 435 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة حتى أمس السبت. وفيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة. أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 3,272,332 شخصا في أنحاء العالم منذ نهاية عام 2019 حتى الآن. وفي هذا الإطار انخفض مؤشر انتشاره بشكل طفيف بنسبة 4% مقارنة مع الأسبوع السابق للمرة الأولى منذ 10 أسابيع، وتسارع فقط في آسيا بنسبة 10% نتيجة التفشي الواسع في الهند التي تعصف بها جائحة كوفيد-19 لتسجل حصيلة وفيات قياسية جديدة بـ 4,197 وفاة في يوم واحد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 238,270 وفاة. ويتباطأ الوباء أيضا في أماكن أخرى من العالم بنسبة 25% في إفريقيا و 24% في أوروبا و 13% في الشرق الأوسط و 12% في الولايات المتحدة وكندا معا و 8% في أمريكا اللاتينية والكاريبي. على صعيد متصل، شكك الأوروبيون في اقتراح الولايات المتحدة رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة للفيروس الذي دعمه البابا فرانسيس، واعتبروه بمثابة حيلة إعلامية من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقام الاتحاد الأوروبي بإلقاء الكرة إلى ملعب واشنطن بشأن دعمها رفع براءات الاختراع للقاحات، داعيا واشنطن إلى تقديم اقتراحات ملموسة وإنهاء حظرها على تصدير اللقاحات ومكوناتها. وخلال قمة جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والهند في البرتغال، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي صدر نحو 200 مليون جرعة إلى 90 دولة، بينما فضل البريطانيون والأمريكيون تخصيص إنتاجهم من اللقاح لسكانهم. متواصلون معكم مشاهدين في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. تفجير سيارة مفخخة بمدرسة أفغانية في كابول ومقتل 55 وإصابة أكثر من 150 آخرين. أهلا بكم من جديد. أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب رفضها للممارسات العنصرية الإسرائيلية في القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، مؤكدة تضامنها مع سكان حي الشيخ جراح وأهالي القدس المحتلة. من جانبها أعلنت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الاثنين حضوريا بمقر الأمانة العامة. تأتي الدورة بناء على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث الجرائم الإسرائيلية خاصة على المسجد الأقصى المبارك والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. يأتي ذلك بينما تتوالى الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وقد أبدت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية، حيث أدت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين إلى سقوط أكثر من 200 جريح مساء الجمعة. من ناحية أخرى، أكدت كل من السعودية والإمارات والبحرين ولبنان رفضها لإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة. من جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي على أن طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس المحتلة أمر غير قانوني ويؤدي لتأجيج التوتر. من ناحية أخرى، أصيب 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح ومحيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن معظم الحالات بالرصاص المطاطي، لافتا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العمود رغم وجود عشرات الإصابات. وقد فرقت قوات الاحتلال بخراطيم المياه متظاهرين فلسطينيين رشقوا عناصرها بالحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاعتقالات تمت أثناء مداهمة قوات الاحتلال لعدد من المنازل بالبلدة القديمة، خاصة في أحياء الصوانة والعيسوية ورأس العمود. قتل 55 شخصا وأصيب 150 على الأقل إثر انفجارات استهدفت مدرسة غرب العاصمة الأفغانية كابول. وأوضح مصدر أمني أفغاني أن الانفجارات نجمت عن سيارة مفخخة تبعها انفجار قذائف هاون كانت في السيارة. وحمل الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان المسؤولية عن هذه الانفجارات، بينما نفى طالبان مسؤوليتها عن الانفجارات التي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنها. قالت مراكز فضائية أوروبية أمريكية إن من المتوقع أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني والذي أطلق الأسبوع الماضي عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد. يشار إلى أن الصاروخ الصيني كان قد أرسل إلى الفضاء، إلا أنه خرج عن السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن معظم حطام الصاروخ ستحترق لدى دخوله الغلاف الجوي، مستبعدا أن يسبب سقوط الصاروخ الشارد أي أضرار.
والآن مشاهدين مع وقفة في أهم ما طالعتنا به الصحف المحلية، نبدأها من الأخبار وفيها الحكومة تستعد للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد حصر كل احتياجات جميع القرى. ومن الجمهورية وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات كرامة اليوم وتكافل غدا في مكاتب البريد بالجمهورية كافة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. اليوم السابع التعليم، 11 من مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية العامة، ومديريات التعليم تستعد أيضا لامتحانات الشهادة الإعدادية في الأول من يونيو. وفي الأهرام نقرأ السكة الحديدية، إجراءات انضباطية حازمة لسلامة رحلات القطارات، اليوم طرح الحجز على قطارات العيد. ونختتم من الشروق وفيها القوى العاملة تعين 6870 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتحرير 359 محضرا لمنشآت مخالفة بالقاهرة. أهلا بكم من جديد. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع نظيره السوداني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال زيادة الصادرات والواردات فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة. تأتي زيارة الوزير السوداني انطلاقا من رؤية القيادة السياسية في مصر والسودان بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. زيادة التبادل التجاري في مجال اللحوم الحمراء وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية على مستوى الثروة الداجنة والسمكية واحدة من أهداف عدة تضمنتها زيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني دكتور حافظ إبراهيم لمصر، حيث التقى السيد القصير وزير الزراعة لعقد جلسات ثنائية برفقة الفنيين والخبراء من الوزارتين لبناء القدرات. تحدثنا عن ازاي ندعم بناء القدرات وزياده البحوث التطبيقيه في دوله السودان الشقيقه، وضعنا خطه زمنيه لمساله بناء القدرات ومساله تدعيم القدرات، ايضا تحدثنا في مجال يعني زياده التبادل بين البلدين في مجال الصادرات والواردات ذات الاهتمام المشترك، سواء في مجال اللحوم من السودان او في مجال تصدير الدواجن او الامصال واللقاحات من جمهوريه مصر العربيه الى وتسجيل الامصال واللقاحات في دوله السودان. قبل لقاء وزير الزراعه السيد القصير بمقر الوزاره لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الانتاج الحيواني والداجني، قام وزير الثروه الحيوانيه السوداني بزياره تفقديه لعدد من معاهد البحوث التابعه لوزاره الزراعه، ومن بينها معهد صحة الحيوان للتعرف على مدى التطور التكنولوجي في هذا المجال. خلال زيارتنا لمركز بحوث صحة الحيوان والمراكز القائمة مراكز البحوث، أفتكر أنه دي تجربة رائدة في جمهورية مصر العربية، ونأمل في أنه نستفيد من تبادل الخبرات والتدريب ورفع القدرات إن شاء الله. مكاسب اقتصادية عدة من المنتظر أن تتحقق عبر زيادة أواصر التعاون والتكامل التجاري المصري السوداني، انطلاقا من علاقات مصرية سودانية قوية ومتميزة. جاءت زيارة وزير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية السوداني لمصر، والتي تستغرق 5 أيام، لتفتح المجال واسعا أمام زيادة الصادرات والواردات بين البلدين من جانب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية المشتركة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يعود بالنفع على مصر والسودان. من وزارة الزراعة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. We'll be right back.
نهاية حصاد السبت. دائما شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.